نرجع نوقف وقفة قبل ما نكفي كمان مسابقتنا وباقة أخبارنا. تشوفوا هالجملة: تأمل اللؤلؤ الزرق أو اللؤلؤ الزرقاء أو اللؤلؤ الأزرق وعلاقته بالرياضة. شنو هالتأمل؟ قال تأمل اللؤلؤ الزرقاء. هو اللؤلؤ ولا اللؤلؤ الزرقاء يا كابتن؟ كابتن كوتش. لا لا صاحي معاكم. آه يا كوتش، شخبارك يا كابتن؟ شخبارك محمد عباس، كيف أمورك؟ يا أهلا وسهلا، الحمد لله. تأمل، ها تأمل اسمه اللؤلؤ الزرقاء. طبعا تأمل اسمه تأمل اللؤلؤ الزرقاء. اللؤلؤة بالتال مربوطة. ها بقول منى شكلها صايمة لما تعمل. أيوة اللؤلؤ الزرقاء. على فكرة احنا بس مقدمة سريعة على التأمل سيلفا، تكلمنا عنه في رمضان الماضي كمان التأمل، وكيف انه ما في نبي او رسول او اغلب الصالحين الا ومارس هذه الرياضة، تعتبر رياضة التأمل. وكذلك القرآن السدس يتكلم عن التفكر في ملكوت الله وخلق الإنسان وإلى آخره، تقريبا 1300 آية في القرآن تتحدث عن هذا، على هذا الشيء. بالنسبة للتأمل طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزيد من التأمل. ونحن إذا صفنا شوية كابتن بقولك شو في شو بيك صافي. أيوة. مش عارفين نحن قاعدين نتأمل يا أخي، هذه التبليمة ضرورية يعني لابد. فهو كان يزيد من التأمل في شهر رمضان، لذلك أنا بتكلم الآن عن التأمل وبرضو إيش علاقته بالرياضة بالدليل. وليه اسمه اللؤلؤ الزرقاء يعني بدنا نعرف كمان. هقول لك ليش. هو بس مبدئيا تمرين التأمل اللؤلؤ الزرقاء يوصف بأنه النور، اللؤلؤ الزرقاء يوصف بأنها النور الذي ينير العقل. والعقل طبعا ينير كل شيء. صحيح. لذلك هذا التكنيك جدا مهم. طبعا فين هي مكان اللؤلؤ الزرقاء؟ انت لما تيجي تتأمل تخيل في لؤلؤ الزرقاء في الدماغ، في منطقة اللي هي في داخل الدماغ بجوار الغدة الصنوبرية. سيلفا ليش الغدة الصنوبرية؟ تخيل الغدة الصنوبرية ارتبط اسمها في قديم الزمان بمركز الروح البشرية. يعني مربوط اسمها بهذا مركز الروح البشرية، هي مسؤولة عن الحالة النفسية المتغيرة عند الإنسان. حلو. عارفة ايش فايدتها؟ ايش اهم الاشياء؟ تعمل ايضا على منع الاكسدة بواسطة افراز مادة او هرمون الميلاتونين. تعرفي هذا الميلاتونين يفرز لما الواحد يكون نايم في الظلام. هذا ايش فايدتها؟ تفرز مباشرة في الدم، تمنع تشكل الأورام السرطانية. حلو. تكلمنا مرة عن السرطان وسمعنا مرة حلقة عن السرطان، فهذه مناسبة شيء جيد. فبالتالي التأمل هو حاجة مفيدة جدا للإنسان ولصحة الإنسان. طيب هذا بالنسبة ليش سمي، أنت بتقولي ليش سمي تأمل اللؤلؤ الزرقاء؟ في التأمل سلبة في مراحل زي الكاراتيه، في أحزمة أبيض أصفر أزرق أسود. أيوة. نفس الحاجة في التأمل في مراحل. المبتدئ لما نسوي مرحلة التأمل بيشوف لما نغمض عيونه عادة بيشوف اللون الأحمر. اللون الأحمر هذا يرمز للجسد، جسد الإنسان من غير روح، جسد. بعدين لما نتقدم شوية يصير نشوف اللون الأبيض. الأبيض يمثل الجسد الأثيري. المعنى صار الإنسان بدأ يستشعر روحانيات، إنه بدأ يخش. يعني إذا بلش بالأبيض معناته أنت دخلت يعني أنت طلع. نعم. المرحلة اللي بعدها يصير المتأمل يشوف ظلام، لون أسود. وهذا اللون الأسود سيلفا يخلي المتأمل يضطر ان هو يقلع عن التأمل، يعني يقعد فترة في اللون الأسود يشوف ظلام. يا اخي انا مغمض عيوني ماني شايف شيء، ايش تتكلموا عليه انتوا ده؟ فيجبر بالبعض ان هو ينسحب من اداء هذا التمرين. يقول لك يا عمي ما في فائدة في التأمل، هو يبغى له اصرار وعزيمة ومثابرة واستمرارية. بين الاحمر والابيض والظلام اسود او الاسود في مراحل، يعني انت عم تقول هذه يعني مثل مراحل متقدمة. اول فترة مثلا شو يعني المتأمل بيقعد مثلا 10 دقائق ممكن يبلش يشوف احمر، بعدين بيقعد مرة تانية بيصير يشوف ابيض، ولا نعم. هو قاعد فرد قاعدة ممكن يشوف هذه المراحل؟ ممكن في ناس بتبلش الظلام على طول كمان. شوفي حسب كل انسان، حسب الوزدم اللي عنده، الحكمة اللي عنده. يعني لو واحد إنسان حكيم وعنده قابلية حيتشرب هذه التكنيكات بسرعة فائقة. أما لو إنسان لسه دوبه ما عنده قناعة قد لا يصل هذه المراحل. مدة التأمل قديش كابتن؟ بس سؤال. يعني ممكن يكون من بضع دقائق لساعة، حد أقصى ساعة كويس كثير، لكن ممكن يكون بضع دقائق، 5 دقائق تكفي، 10 دقائق تكفي. You go with the flow، يعني لا تضغط على نفسك كثير عشان لا تكره هذا ممكن يشوف ظلام ويبطل. من بعد مرحلة الظلام شو بي؟ بعد مرحلة الظلام يكافئك العقل، عشان كده اسمها اللؤلؤة. يكافئك العقل بأنك تقدر تشوف اللون الأزرق.
اللون الازرق اللي هو يعني يعبر عن الكون، يقول لك لو شفتي انت سطح الارض من الفضاء تبان كانها لؤلؤ ازرقاء، صرت انت موحده مع الكون، صرت انت عايشه في تناغم مع الكون. فعشان كده سميت اللؤلؤ ازرقاء. هذه المرحله توصلينا، لكن في طريقه سهله الواحد ممكن ان هو يوصلها، طريقة التأمل هذه. قبل ما انت لما تيجي تاخذ فاصل اذا تبغي قولي لي، اذا ما تبغي انا حكمل. لا ما تكمل، خلينا ناخذ فاصل. طيب ولا الا كمل. طيب انا هلا شو حنفوت بالتمرين، انه كيف الواحد عادي. شو انا ودي اقول لك بس كيف الرياضة، كيف بتأثر على الرياضة تمرين التأمل هذه. اوكي تفضل. كيف تأثر على الرياضة؟ سريعا جدا طبعا، مزيد من التركيز، الحد من التوتر، التقدم السريع في مجال الرياضة بالنسبة للرياضيين. عندك ناس مشهورة زي جون هاورد، هذا سايكلينج انترناشونال، يمارس التأمل. هيكسن غريسي حق الجوجيتسو يمارس التأمل. تخيلي سيلفا الLA Lakers وشيكاغو بولز، فريق السلة شيكاغو بولز اللي كان مايكل جوردن على رأسه، عندهم مدرب اسمه جورج، كان مدرب التأمل. كان هذا ما وراء الستار، هذا الشيء اللي خلى الناس هذه تبدع كفريق. تخيل كانوا يمارسوا التأمل قبل المباريات شيكاغو بولز، وبعدين راح هذا المدرب لLA Lakers كوبي براينت النفس قبل ما يدخلوا على المباراة. أيوة كوبي براينت يمارس التأمل، وكمان مايكل جوردن يمارس التأمل. يعني يساعد اللاعبين على اللعب باحترافية ويخلي لهم عندهم سرعة بديهة، تحافظ على الهدوء والتركيز في اللعب مع كل الضوضاء اللي صارت في الملعب. سلفا في ضوضاء حواليك وفي ناس بتصرخ وبيض، مع ذلك انت ستيل فوكس، ستيل مركزة، ستيل ان انت قادرة ان انت تنجزي تحت هذه التوترات. لماذا؟ لانك تمارسي هذه الرياضات حقت التأمل، غير انه هي تنمي عندك الحدس اصلا. يعني الرياضه هي كلها بالعقل باي ذا واي، يعني حتى اللي بيشيلوا اثقال بحس انه كثير بيحطوا بعقله انه انا حشيلها، ولا اذا بتعتمد على الجسد والعضل بس لا، او القوه الجسديه لا، اتس نوت انف، بالك اتس اول ان يور مايند. حتى الرياضات والممارسات هيدي. نعم. واخيرا اعطيك شورت كات عشان الواحد يحاول ان هو يمارس اللؤلؤ الازرقاء من غير ما يقعد مراحل طويله. شورت كات طريقه سهله وصغيره جدا. الواحد بيتامل طبعا في مكان يكون النور فيه خافت. لو عندك شمعه كويس، ليش الشمعه؟ انت بتركز عيونك وتطالع في الشمعه من غير ما تقفل عيونك. يعني حنبلش لحظه، حنبلش بالتمرين صح؟ لحظه روح حنبلش بالتمرين. طيب قدي اول مثلا الناس اللي بتمارس بتتامل شورت كات يعني للؤلؤ الزرقاء، عرفنا علاقته بالرياضه، عرفنا المراحل اللي بيوصلوا، عرفت كيف بكيفك جسمك او مثلا عقلك كيف بكيفك لما تشوف تبلش تشوف اللؤلؤ الزرقاء. يعني كل ما تغمض عيونك بطلت تشوف ظلام لأنك كفيت. ببلش الإنسان من 5 دقايق ولا ممكن يوصل لساعة، ممكن يعملها مرتين بالأسبوع صح؟ لأنت أكثر مرة قلتنا، أو 3 أيام بالأسبوع أو يوم إيه يوم لا، حسب كل شخص. هلا رح نتمرن نحن وياك، رح نفوت إلى الشورت كات يعني أسهل طريقة للتأمل ومشاهدة اللؤلؤ الزرقاء. تفضل. صحيح. إذا تفضل طبعا الواحد بيكون جالس في مكان ما في نور أو نور خافت، شمعة، ويحط شمعة قدامه. إيش الشمعة هذه؟ بتعمل لك شورت كات، بتقصر عليك المسافات السلفة. أنت عمرك لما شفت كده طلعت في كشاف نور عالي، بعدين غمضت عينيك وطلعت في الجهة الثانية، غمضت عينيك ولسه شايف النور في عينك، مظبوط، مغمضة عيونك. نفس الحاجة، أنت بتطالع في الشمعة وتفضل تطالع فيها، لا تقفل عيونك، طبعا هتبدا عيونك تحرق، انه لازم انت تغمض تعمل بلينكينج عشان عينك لا تنشف. تحاول قدر الامكان تركز في الشمعه، طلع فيها في الشمعه لحد ما في الاخير خلاص تضطر انك تقفل عيونك، غمض عيونك، حتلاقي الشمعه دي انت شايفاها لسه في منطقه العين الثالثه. حلو. في اللي هي المنطقه اللي عند الجبهه بين العينين الاثنين. احنا كما لو انه احنا بنولع، عارف لما تيجي تولع بكبريت مثلا، تولعي حاجه بكبريت او تولعي حاجه بولاعه عشان تاخذ نور اكبر. اللي حكايه الشمعه دي سلفه، كما لو انه انا بولع المنطقه اللي هي لؤلؤ الزرقاء اللي انا بتخيلها في نص الراس، في نص راسك من الداخل، تتخيل ان هي في لؤلؤ الشمعه دي. بعد ما انا غمضت عيوني الان شايف الشمعه قدامي، بتخيل ان الشمعه دي بتنور اللؤلؤ الزرقاء اللي جوه الدماغ. أوكي. وانا عيوني مغمضه. أوكي. لان لسه حتفضل الايمج حق الشمعه لسه هتفضل في ذهنك بعد ما تغمض عيوني. أوكي. وبس خلاص، وبالتالي انا اتخيل ان انا في لؤلؤ ازرق في داخل الدماغ، ابدا اركز معها. يقول المساتر اللي في اللؤلؤ ازرق باختصار شديد جدا، حاول ان انت تخش جوه هذه اللؤلؤه، تكون جزء من هذه اللؤلؤه الزرقاء. وبعدين طبعا الليمتس
الواحد طبعا كل واحد مثلا على كيف ممكن ان هو يستفيد منها، يتخلص من الطاقات السلبية في جسده، من الأفكار السلبية في جسده، يتخيل هو يتناغم مع الكون، يهدئ أعصابه، يتنفس بعمق وببطء أثناء هذه الممارسة. أنت يمكن كمان ذكرت لنا موضوع التنفس يا جماعة كمان أكثر من مرة الكوتش ذكر لنا، إذا حابب يرجع المستمع إلى موضوع كيف ممكن يتنفس بشكل صحيح أو تمارين التنفس بيقدر يدخل على اليوتيوب صح كوتش؟ صحيح على اليوتيوب تمارين التنفس الثلاث للكابتن عباس. بعدين في حاجة أخيرة أحب أن فيها، ومقولة الإمام علي كرم الله وجهه، تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، داؤك منك وما تبصر، دواؤك فيك وما تشعر. كلام انتي فيما معناها تأملوها هذه في رمضان، تأملوها انت الداء فيك عندك انت منك انت لأنك انت لا تراه، والدواء فيك لازم تشعر بهذا الدواء. جميل جدا والله يا ابداع كابتن، يعطيك الف عافيه. واي استفسار من المستمعين، اي مساعده بتكون من الكابتن موجود على حساباته، بتقدروا تتواصلوا معه دايركتلي. هو موجود، انت موجود بجده صح كمان؟ انا بجده في الانستغرام الكابتن محمد عباس. غيرها من بروسلي 500 لانه مش عم بيلاقوه، شي بيكتب بروسلي بي ار او، شي بي ار يو، شي دبل ال، يعني شي دبل اي. فمني الحمد لله رحمتنا من بروسلي. وفيها 500 كمان يعني. فيها 500؟ بروسلي 500 كانت. طيب بس حط لك الاربع اصفار. شكرا للكابتن. هيك معك بنختم مشوار الساعتين. لا. لا.